I give it a shot. Yeah. تفضل. الحمد لله استاذ معصوم. ده سعيد جدا ان انا معاكم النهارده، وده اليوم الخامس اللي ليا في تركيا. رحنا كرابوك، وبعدين انقره، وبعدين كلس، وبعدين غازي عنتاب، والنهارده معاكم. الكلام اللي اتقال على دور الشباب في بناء المجتمعات والعمل الانساني وكذا وكذا. النهارده هنخرج لدور تاني، تحديات اخرى يمكن احنا لازم نواجهها، اللي هي التحديات الثقافيه والتحديات الفكريه والتحديات العقيديه. ولما نيجي نتكلم عن الشباب اللي هو احنا، مش انتم، انت مش شباب، انت كاهن. الشباب اللي هو احنا يعني لينا دور مهم جدا نقدر نقوم بيه، ولابد ان بلادنا تؤمن ان احنا اهم قوة مؤثرة في المجتمع. بس طب احنا هنعمل ايه لما نواجه مشاكل ثقافية؟ يعني ايه مشاكل ثقافية؟ قول اي حاجة. يعني عدم معرفتك لتاريخك. عدم معرفة تاريخك، ها؟ كمل. طب مشاكل ثقافية يعني ايه؟ الفكر. الفكرية والفكرة الثقافية. ها وايه تاني؟ عدم استخدام عدم استغلال المعلومة اللي عندك فيما يفيد. الانفتاح السريع. الانفتاح السريع، ها؟ يعني ايه مشاكل ثقافية؟ عدم معرفة. عدم معرفة لإيه؟ لا، الثقافة بشكل عام. لثقافة المجتمع بشكل عام. انبهار التأثر بالحضارة الغربية. انبهار التأثر بأي حضارة، غربية أو شرقية أو أي حاجة. تكلم؟ عدم القراءة. عدم القراءة. عدم القراءة وعدم المعرفة، كويس. أخونا؟ الصدام بين الدين الاسلامي وبين المدخلات الخارجيه. الصدام بين الدين الاسلامي والمدخلات الخارجيه. كل هاد ها؟ اللي قالوا الشباب. نفس الكلام. يعني في ثقافه بتفرض نفسها على ثقافه اخرى. ثقافه قويه زي في مرحله من المراحل كانت الثقافه الاندلسيه، ثقافه علم وحضاره، فرضت نفسها على كل اوروبا. ده ثقافة في الدولة العباسية أو في الدولة الأموية، فرضت ثقافتها على كل أوروبا. ده الثقافة الغربية دلوقتي فرضت ثقافتها على كل أوروبا، على كل العالم إلى آخره إلى آخره. فده اللي احنا بنتكلم عن مشاكل ثقافية. مشاكل فكرية، يعني إيه مشاكل فكرية؟ يعني أنت أنا جاي هنا مش عشان محاضرة، ده أنا لسه هطلع لكم حاجات هنا هتوحوحوا منها. هتوحوح يعني إيه؟ طيب وحوح يلا. مشاكل فكرية. لأن دور الشباب في معالجة المشاكل الفكرية، دور الشباب في معالجة المشاكل الثقافية. لأن عايشين في مجتمع لابد نعرف إيه اللي في المجتمع ده من ثقافة وفكر وتحديات إلى آخره. يعني إيه مشكلة فكرية؟ زي إيه؟ العادات والتقاليد القديمة والجديدة إلى آخره. ها؟ اي مشكله فكريه بتقابلك يعني شكلها ايه؟ يعني عدم الموازنه الصراع بين الحاضر بين صراع الاجيال مثلا، يعني صراع الاجيال، فجوه بين الاجيال وبعضها بعض، عدم الموازنه بيناتهم، عدم الموازنه بين بعضهم. اتفضل. انا بكلم ناس لابد انت اللي هتجاوب. تعرف ليه؟ لان لابد تتحط تحت الضوء عشان تعرق وتجاوب وتنجح. اتفضل. والله ما في شيء. اتفضل. وضع هجمة بين الدين والعلم. الدين والعلم؟ ها اتفضل. تفرقة الدين عن العلم. تفرقة الدين عن العلم. طيب خلاص. فهم الخاطئ لبعض المعتقدات الدينية. الفهم الخاطئ لبعض المعتقدات الدينية. تبني بعض الافكار الغربيه او الحضارات الاخرى كالعلمانيه او الليبراليه او حتى الديمقراطيه، محاوله قولها تضمن مفهوم اسلامي وجعلها انه هي افكار اسلاميه بشكل او باخر وبشكل مخالف للاسلام، مخالف لهذه الافكار. كويس، جزاكم الله خير. تفضل. اكبر مشكله فكريه هي التقليد العام. تقليد ايه؟ التقليد العام. التقليد الاعمى، جزاكم الله خير. اكبر مشكله فكريه؟ اي مشكله فكريه؟ التشبه في الاذان.
التشابه بين الغريب او الغريب عن الوالد او الاجانب او الاخر. تفضل. معاناه الشباب والكبار مع بعض يعني اللي هو الاجيال مختلفه، فجوه اللي بين الاجيال. طيب مفهوم المراه في المجتمع ايه؟ مفهوم المراه، مفهوم المراه في المجتمع التشدد، التشدد ها، التطرف، العنف، ها ايه تاني؟ هنخش بقى عشان انا حاولت احط مشكله ولا مشكلتين ومن عندكم من المنيا سمعتها في 2002. اول حاجه هتكون مشكله سخنه، تقولوا لي اسبابها ايه ونعالجها ازاي. تقولوا لي اسبابها ايه ونعالجها ازاي. سنه 2002 انا كنت بزور المنيا، دي احد محافظات مصر المحافظه. يا عم خلاص بقى انسى بقى اخبارك. فاحد الدكاتره زمايلي كان دكتور امراض نساء واولاد، دون ذكر اسماء، ذكر لي كلمه انا ما كنتش عارفها هي ايه، كنت درسته يعني كنت جاهل فيها. فكان بيقول لي حاجه اسمها زنا المحال. زنا يعني ايه زنا المحال؟ يعني الزواج غير محللك. طيب مش عارف ها، طيب زوج الاقارب غير مشروع. زنا الطبيعي بس كويس يعني بيتنا زتنا في دقيقنا كده. تفضل. ها زنا المحال. زنا زواج زواج غير مشروع له بالعائله. كويس. هو هي ان علاقه انه مثلا بين شب بين اي شب وبنت وعلم المحيطه يعني علم. طيب المحيطة. طيب زنا المحارم يعني الوالد يعني في نساء مسمح للزوج فيهم نساء حرام. بعد الحرام قرب هو ها العلاقه الجنسيه غير المشروعه. أيوه. بين الشخص وبين محارمه لازم يحرم الزواج منه. لا يحرم الزواج، قربوا الاثنين. هو ليس زواج ولا شيء، هو زنا. هو زنا نعم. ليس زواج. جزاكم الله خير. هو زنا بين النساء المحرمة عليك. أيوة. أقارب خالتك أمتك. أيوة. أخرين محرمة عليك. وفقت. 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 طب. زميلي اللي طبعا هذه المحافظة كانت تعتبر من يعني محافظة محافظة يعني أو مدينة محافظة. فيعني بيقول لي العلاقة بين الأب وبنته. أو العلاقة بين الأم وابنها. أو ابن الأخ وأخته. كانوا بيروحوا المستشفى وكانوا بيسقطهم في هذا الوقت. دي مشكلة ولا مش مشكلة؟ في بعضكم أو يمكن أكثر من نصكم ما كانش يعرف إنها إيه؟ لا يعرف إنها زنا وخلاص. لكن ما يعرفش إنها مشكلة في المجتمع. إنها مشكلة فين؟ في المجتمع. عايزين نشوف إيه أسبابها وعايزين نشوف كيف نعالجها. لأن إحنا مش جايين هنا بس ناخد إيه؟ قرآن وحديث وكذا 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 ونقعد نخدر نفسنا ونخرج مش عارفين ايه اللي ماشي في المجتمع. مش عارفين ايه اللي ماشي في المجتمع. طيب ايه في رأينا اسباب الظاهرة اللي بدأت تظهر في هذه الاماكن الفقيرة؟ الجهل. الجهل سبب من الاسباب. مين اللي قال الجهل؟ اتفضل. جهل بايه؟ جهل بتقاليد الاسلام. بالجهل بالدين. وايه تاني؟ الثقافة العلمية. والثقافة العلمية؟ وايه تاني؟ كمل كمل، انت عندك معلومات كثيرة جدا. بس انت مش انت مش واثق في نفسك، كب كب عليها كده يلا، انا هشيل منك. اتفضل. ايه هو الجهل؟ هو انت تقول الجهل وال وايه؟ اتفضل. ها؟ الفقر يعني. وهل الفقير لازم يعمل زنا محارم؟ انا مش عايز اسب الفقر عشان حرام، واخد بالك؟ يعني انا فقير بس ما بزنيش، وايش دخل الفقر في زنا المحارم؟ يعني انا عشان فقير هروح ازني بنتي؟ ما بتحمل مصاريف الزواج. ما بتحمل مصاريف الزواج. طب اخونا الجهل في العلم الديني والدنيوي. الجهل في العلم الديني والدنيوي. العلم الديني في الحدود والدنيوي مثلا علم الوراثة. طيب الحمد لله جزاكم الله خير. تفضل. اول شيء هي مانا ظاهره، لما نحكي نقول ظاهره بصير كانه ظاهره شغله منتشره يعني او شائعه عامه،
كويس. انت بتقول نام الظاهره حالات فرديه وحالات معنويه. انت بتقول نام الظاهره صح. هي لا سبب لا فقر ولا جهل ولا شيء، لانه هلا الفقير والجاهل هو شو، هي شغلات فطريه يعني. يعني هلا الاوروبي الياباني شو ما كان يكون هذا البني ادم ما بيعمل هيك علاقه مع المحارم يعني. هي شغله تخالف الفطره الاسلاميه، فهي انتكاس للفطره، تخالف الفطره الانسانيه. هي انتكاس للفطره، وهي ممكن تكون مرض نفسي، ممكن تكون، بس يعني هي كمرحله اولى او كتوصيف اولي هي انتكاس للفطره يعني. وحاله اكيد نسميها زي ما نسميها، هل هي موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده بس انا مش مختلف معك. حالات معنوية. ما فيش مشكلة، انا مش هقول لك فاسم في كل في بلد معانا في 50 مليون بيعملوا، لا هي موجودة. ما لها علاقة انه مجتمع محافظ او مجتمع غير محافظ او شيء، لانه هي ده في رأيك. طبعا برأيك. فلما نرجع مرة ثانية احنا بنقول هل هي موجودة كمشكلة ولا لا؟ موجودة. طيب انا موجود، انا ما حاسس فيها يعني. الشباب يمكن كمان ما حاسين بهي المشكلة. انا مش مختلف معك. انا ما كنتش حاسس بيها، انه ما كنتش اعرفها، بالرغم ان انا كنت بدعي ان انا بشتغل على ارض الواقع. اللي انا بقول الكلام ده لان في ظاهره بنسميها الظاهره، في مرض او في عرض او في اي شيء صح حدث، ايه اسبابه وكيف نعالجه، بغض النظر بقى هنسميه ظاهره مش هنسميه ظاهره، هنسميه ثقافه مش هنسميه ثقافه، دي حاجه ثانيه خالص. لكن لو احنا اعترفنا ان في مشكله ها، واحنا عايزين نشوف اسبابها وعلاجها ايه. مين كان في اخ هنا مرفع ايده؟ تفضل. انا بغير هو السبب ال، احنا قلنا الجهل بالدين، واحد قال الفقر. ها تفضل. انا بغير السبب الرئيسي كان هو الانتشار الهائل للتكنولوجيا، اللي هي ساعدت في انتشار مفاهيم الغلط ومفاهيم الباطل. انتشار الهائل للتكنولوجيا بمعناها اللي هو الافلام والحاجات دي اللي كانت بتيجي يعني بشكل عام. برضو كمان الانتشار للفهم الغلط في الدين كمان انتشر عن طريق التكنولوجيا بشكل كبير، كثير في معتقدات انتشرت على التكنولوجيا وفي ناس صدقتها كمان، هذا الأمر كان له دور كبير. طيب يبقى التكنولوجيا. هلا نفس هيك شغلات موجودة قبل التكنولوجيا. طيب. هيك شغلات كانت موجودة قبل التكنولوجيا. بقول لك هي كانت موجودة قبل التكنولوجيا قبل كده. طبعاً التكنولوجيا ساعدت في انتشارها بشكل كبير. لك ساعدت. يعني. طبعاً التكنولوجيا ساعدت في انتشار كل شيء يعني، ساعدت في انتشار العلم، ساعدت في انتشار الرزيلة. كل شيء. ساعدت بكل شيء. طيب. يبقى إحنا قلنا من أسباب إن التكنولوجيا من أسباب إن هي. نتكلم عليها ان هي واحد قال الجهل، واحد قال الفقر الى اخره. في اسباب تانية؟ الحدود بين الاخ والاخت او الام والاخت صارت كثير قليله، او فيش هي علاقات، بطل في علاقات احترام يعني زي قبل كان في علاقه احترام مع الام والابن، هلا العلاقات عادي ممكن واحد يسب على امه او اللي يغلط فيها بشكل او باخر. فالعلاقات بين الاخلاقيات اخلاقيه. نعم كويس. تفضل. في حد كان في ايده الازمه الاخلاقيه والكبت الجنسي مثلا، هذول الازمه الاخلاقيه والكبت الجنسي ما في يعني الفقر والجهل ما له دعوه فيها. انا هيك شو كان تصير بامريكا وكان تصير، انا مش بتكلم عن انا تكون بايده. انا بس بضبط المثل اللي انا سمعته في المكان ده، مش ده مثلا ان انت ما بتحصلش الا في مكان واحد، بتحصل في اي مكان، بتحصل كل دول العالم، وبتحصل من 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 مئات السنين كمان، مش شيء جديد. بس انا بتكلم عليها دي اصبحت مشكله. قلنا بعض الاسباب اللي هو الجهل، اللي هو التكنولوجيا، اللي هو كبت الجنسي. ايه تاني؟ في بعض الناس قالوا الفقر. ايه تاني؟ الازمه الاخلاقيه. ها ايه تاني؟ عادات اللباس. عادات اللباس اللي تغيرت طبعا، دي بتخلي مثيره. في شيء انتوا نسيتوا تقولوه، الناس دي كانت عايشه في غرفه واحده، يعني معناها في سبب تاني، ان ما عندوش الاب ما عندوش قدره ان يجيب مكان يرعى غرفه ليه هو ومراته، غرفه للبنات، غرفه لايه؟ للبنين. يعني في العشوائيات ما بتلاقيش غرف كتيره في الشقه، في شباب كتير، ودي حاجه. يبقى ليه؟ لان في بطاله ها عند الشباب زي ما انتوا اتكلمتوا جزء منها. يبقى بنتكلم على بطاله اللي بتؤدي الى فقر، اللي بتؤدي الى كل هذه الاشياء اللي بنتكلم عنها، اللي يعني كل الاسباب اللي انتوا اتكلمتوا عليها هي موجوده. نعالجها ازاي بقى كمشكله؟ كحكومات. ايوه اتفضل. كحكومات، الحكومه هي مش هي اللي عايزه تعالج البطاله، هي اللي عايزه تعالج الكبت بين الاشخاص، الوعي من الحكومات. يعني الحكومات لازم توعي الشعوب عن طريق الحملات التوعية. ايش فضل اخ كويس؟ ايه تاني غير الحكومات؟ تفضل. انا اتوقع ما في علاج يعني. لا ما في كل شيء اللي كل شيء اللي علاج في وقاية. ايه بس علاج لا.
وقاية او علاج. بس انك انا ليه بتكلم عن المكان ده عن الحاجات دي؟ لان احنا مش عايزين ناخد محاضره ونبقى فرحانين كده ونمشي، واحنا عايزين نشوف في مشاكل في المجتمع ولا لا. دي احد خمس ست مشاكل هنناقشها النهارده. قد يخيل لكم ان انا جاي اقول لكم محاضره وعرض وكذا، مش كده ولا ايه؟ صح؟ صح؟ موجوده اتقالت محاضرات، دي ممكن تشوفوها على الفيسبوك وعلى يوتيوب مع الشباب اللي كانوا في انقره وكلس وغازي عنتاب. ها؟ ممكن في حل واحد والتوعيه الجنسيه. التوعيه الجنسيه جزء منها. ايوه، واهم شيء انه مثلا شخص ما يضل صامت مثلا. شخص ما يبقى صامت تعرض لهالشيء او تعرض لهالشيء انه ما يمسكه. لا بس هي الحته دي كان برغبه الاثنين، مش اغتصاب، مش اغتصاب، خلي بالك. يعني انا مش من الانسان راح اغتصب حد، فالهداء ده بقول لك ده بنت فلان وفلان. ده ما سمعتها من تشخيص طبيب امراض النساء والولاده. خلاص حطهم في الجحنم. لا لا، انا بتكلم معاك عن ظاهره، مش هسميها ظاهره، اسف، عن 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 عرض. عرض مجتمعي اصبح مشكله، صح؟ ان شاء الله يكون على حيز قد كده، صح؟ حتى عايز اتكلم فيها. هلا اذا هي اول شيء المشكله حكينا اسبابها، علاج المشكله يكون بعلاج الاسباب، سبب نناقشه. اتفضل. اذا حكينا مثلا انه الفقر او انه عايشين بغرفه واحده او كذا، هي مسؤوليه الحكومه بقى بتحسين مستوى الدخل للمجتمع، تحسين المستويه الاقتصاديه للمجتمع لحتى يحسن مثلا يعيش ببيت مناسب لحتى نلغي هذا السبب. بس برايي انا الحل الوحيد لهي المشكله، مثلا مثل هيك مشكله، الحل الوحيد هو الشريعه الاسلاميه وتطبيق الحدود. هي حاله زنا، اثنين رجمون، خلصت القصه. هيك بتنحل هي القصه نهائيا. ده احد الحلول، مش مشكله. هذا الحل الامثل. ما مش مختلف، ما ده رايي. ما رايي انا مش مختلف معاك. اذا كان في بلد بتطبق الشريعه الاسلاميه، قد يكون في بلاد ما بتطبقش الشريعة الإسلامية، صح؟ نحن عم نحكي الحلول، فما بقول هذا الحل الأمثل للشريعة الإسلامية. أحد الحلول. ما أحب هو الحل الأمثل للشريعة الإسلامية. يبقى الحل الأمثل. جزاكم، أنا مش مختلف، والله أنا مش مختلف معاك، بس أنا بقول لك لأن أنت عايش في معانا. لأن ليه بقول الكلام ده؟ لأن المجتمع اللي إحنا عايشين فيه فيه تشكيلات وفيه أفكار وفيه ثقافات مختلفة تماماً عن مجتمع مكة ومجتمع المدينة اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي. يعني لو أنت بتنزل في إسطنبول دلوقتي وخدت لك شريحة من الناس وسألتهم سؤال واحد، هيكون الإجابة واحدة؟ طبعا. هو من أصل المسلمين. لو أنت روحت مثلا حتة في اسطنبول زي الفاتح، أو حتة في اسطنبول زي التانية اسمها ليل سلطان أحمد، اسمها إيه؟ سلطان أحمد. لا، الحتة كريكوي طبعا. شيرين إبزار. لا لا لا، تقسيم. هتجيب نفس السؤال نفس الإجابة؟ تقسيم شيء والفاتح شيء تاني، صح؟ وكذا. فما ننظر حتى لنفس المجتمع ونفس الشعب، ها، في ثقافاته داخل المجتمع نفسه اتغيرت بالحي مش بالمدينه حتى. يعني الحي ده يختلف عنها. ده اللي انا عايز اقوله يا اخواننا، ان احنا في الاماكن دي كلها لما ننزل نشتغل مع المجتمع لابد نعرف ان المجتمع كله مش نسيج واحد. المجتمع كله مش حاجه اسمها سوريا او حاجه اسمها عرب او حاجه. حتى المسلمين اختلف في ارائهم. انت بتقول احسن حل وامثل حل هو تطبيق الشريعه الاسلاميه، صح؟ انا وافق، بس قد يكون ده عند الاخرين. ما انا عند على انا مش مختلف معاك. انا الاخرين اذا مسلمين يعني لازم يكون عندهم هذا النفس. ما ده كلمه اسلام دلوقتي اصبحت فضفاضه، ويقول لك انا مسلم. يعني في مثلا في واحد في احد الكلمات قال لك انا مسلم وملحد. هذيك ضحكت اهو، ضحكت بدون ذكر. لما نرجع بس نرجع النقطه دي كلها، احنا بنعرف الاسباب وبنقول كيف نعالج مثل هذه الاسباب. احنا اصلا بنحدد هل في مشكله ولا مفيش مشكله. مشكلة. احنا ما عرفناش المشكلة. لما نعرف المشكلة نبتدي نقعد كعاملين مجتمعيين، سواء كنا من وجهة نظر اخلاقية، من وجهة نظر دينية، ثقافية، فكرية، نعالج مثل هذه المشكلة. تفضل. ممكن يكون الحل بالحكومات. هل لما اول حاجة الحل يكون بالحكومات؟ هو ما دائما يكون الحكومات. ما دائما. جزاكم الله خير. افراد ممكن هي تحل مشكلة البطالة. اول شيء هو ده. لان انا ذكرت حاجه واحده مهمه جدا، انهم كلهم عايشين في غرفه واحده، مفيش امكانيات. طب ما حضرتك في قوانين الحكومه بتحطها على. ما انا مش مختلف معاك، انا متفق معاك على الحكومه، على الحكومه عامه، بالك. بس البطاله، فاحنا عايزين نحل مشكله البطاله. مشكله البطاله فيها جزئين، جزء على الحكومات وجزء على الافراد. يعني برضك انا مش لاقي وظيفه في الحكومه،
وانا ممكن اتعلم صنع او اتعلم مهنه او اتعلم تفضل انت هتدفع زياده عشان انت جيت اول واحد فينا اتعلم صنع اتعلم مهنه كذا 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 عشان ايه امشي. ما اعرفش طبعا يعني في بعض المسلسلات الدراميه الجيده اللي كانت عملت حاجه اسمها لن اعيش في جلباب ابي لو انت فاكر نزل من الريف او من الفلاحين ما عندوش اي امكانيات واشتغل في الحاجات اللي هي الايه القديمه اللي هي التباع القديمه دي وبدا من يقعد في الشارع بفرشه كده بلاستيك يحط عليها حبه حديد وبتاع ده الى ان اصبح بعد 20 سنه او 30 سنه مليونير. فده رفض مشكله البطاله رفض ان يكون عاله رفض كذا كذا وبدا يمشي في السلم من اوله. يبقى جزء منها اللي هو الشخص نفسه اللي بيرفض ان يكون عاله عن المجتمع وده جزء منها الثاني ان انتم كجمعيات وانتم كافراد توعوا مثل هؤلاء الشباب تاخدوا الطويله كده توعوهم. فدي احد المشاكل اللي هي موجوده لكن قد ايه في المجتمع لكن اللي بيقول مش موجوده بيبقى مش عارف المجتمع اللي هو عايش فيه شكله ايه لان كثره العشوائيات في كل مكان في المنطقه العربيه والاسلاميه بل بالعكس كثره المخيمات صح ولا غلط؟ مش في احنا كسوريين دلوقتي بقالنا 7 أو 8 سنين موجودين في مخيمات في كام في 3 بلاد دلوقتي في تركيا وفي الاردن وفي الاردن وفي لبنان في مخيمات في الداخل النازحين في اوروبا ها؟ في اوروبا فالحته دي يعني قد تكون موجوده والناس على استحياء بيخافوا ايه؟ يتكلموا فيها او بايه مش بيخافوا يعني ما بيتكلموش فيها عشان فيها عيب الى اخره الى اخره. يبقى دي احد المشاكل اللي احنا لما بننزل في المجتمع لابد اننا ندور على المشاكل دي عشان نعالجها مش عشان نلعن الناس. يعني انا قد كون زنيت انت ازاي هتهدين الاسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما جت مغز اسمها الغامدية ومين؟ المرأة اللي زنت معز الغامدية فلما جت المرأة تقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا زنيت خلاص يعني الست بتعترف أنا الزانية أنا المرأة. فقال لها لعلك كذا لعلك وصفتها قالت له لا لا تبروحي ويعني ضعي ما في ايه في احشائك بديها فرصه عشان تمشي بعيد عنه ما يقومش عليها الحج وفي نفس الوقت تستغفر ربنا فربنا يتوب عليها. دي نمرة واحد. راحت وجت معاها طفل لسه رضيع فقالت له بردك مصره على التوبه لان عايزه تتوب توبه نصوح. فقال لها روحي وافطمي ابنك يعني تقعد كام؟ سنتين. يعني من ساعة الاعتراف الأول بالزنا وإقرار الزنا بوصف الزنا للرسول صلى الله عليه وسلم إلى 3 سنين بيديها الفرصة عشان إيه؟ عشان توب وتبعد ولو تابت خلاص مش هتجيله ومش هيقيم عليها الحد. لما جات له وابنها أو بنتها اللي كانت على كتفها دي وبتاكل أقام عليها الحد. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم طبق الشريعة ولا طبقهاش؟ هات إيدها. طبق الشريعة بس ما طبقهاش بالسكينة. ادى فرصة للإنسان عشان يستغفر ربنا عشان يتوب لربنا عشان يقرب علشان 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 لأنه بيعالج مجتمع بيعالج مرض. أنا مريض. أنا مثلا جالي مرض الإيدز. مثلا أنا بدي مثلا وجالي من فحش أنا عملته. خلاص؟ عايز أتوب. يوم أنت كطبيب تقول لي لا ملعون مش عارف على لا خلاص مش يعني خدت بالك او جاني مرض اسمه الزهري او في الطب او الحاجات دي كلها. فانا بجي لك لان انا اخطات وانت كعامل مجتمعي لابد تكون زي الطبيب. ازاي انا هتوب واخش في اكون عضو ايه في المجتمع عضو فاعل في المجتمع؟ دي اول قضيه احنا بنتكلم فيها لان انتم يا شباب مش بتاخدوا رساله البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه عشان تعلقوها في الايه في الغرفه. انت بتاخدوها علشان تعملوا بيها سواء كنتوا اطباء او مهندسين او مدرسين او اجتماعيين او الى اخره. فدي اول مشكله. مش عامل مشكله من اتنين. طيب وانا بلف كده قابلت شابين صغيرين حلوين كده عاد حلوه كده شكلها احلى منها
واحلى منك شعرهم احلى منك وكده وكل حاجات دي كده عاملين كده ضاربين فرق. انت جاي منين؟ جاي امتى ده؟ ضاربين فرزين وحاجات من دي وحلوين يعني، عايزين يمثلوا، املهم في الحياه انهم يمثلوا او يغنوا. شباب 17 سنه 18 سنه 19 سنه، ايه رايكم يا شباب؟ خليهم يمثلوا ولا يغنوا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ولا ده حرام ولا حلال، وهل المجتمع يقبله ولا ما يقبلوش؟ دي موجوده في المجتمع صح ولا غلط؟ ها هنتعامل معاهم ازاي كابناء، كابن انا او بنتي الى اخره. وقد يكون بعضنا عارف الاوساط بتاعت الايه الفن والدراما والحاجات دي كلها. اتفضلوا. في اشخاص بتعمل اعمال فنيه، اعمال دراميه هادفه. لا انا شاب صغير، انا شاب صغير عندي 18 سنه وعايز اطلع ممثل في السينما، انصحني. هل عندك المهاره اللي انت عندي؟ انا بقى او انا شابه، انا بنت محلوانيه كده وعايز اطلع ممثله. شايف انا حلوه ازاي؟ اديك ضحكت اهو، لو انا جيت اتجوزنا هتبقى هي هتنفع، خدت بالك؟ وهو كده، ما هو الشاب ده ممكن يبقى فتاه او فتى صح ولا غلط؟ وبنت عايز تمثل، هتموت نفسها عايز تمثل وهتهرب من البيت عشان تمثل. طيب واصبح المجتمع بتاعنا يسمح بكل هذه الاشياء. انت عايز، انت بتعامل الشباب الصغير ده كده عشان ايه؟ تتعامل معه ازاي؟ اديها ايجابيات وسلبيات العمل. كويس، ادي حاجه من الحاجات. اتفضل. انا بس ليه بنور بالحاجات دي كلها؟ انا بقول الحاجات دي كلها يا شباب علشان اقول ان انا عندي القدره ان انا اقرا المشاكل اللي موجوده داخل المجتمع. الاب ممكن يجي يمسك الولد ده ويا ابني مش عارف ايه، تخ انت هتبقى كذا وانت هتبقى كذا، ودايما بكل ال 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 العقاب اكثر للبنات. هي المشكله ما بلشت هلا، يعني هي المشكله اول شيء ما مشكله الطفل او الولد او الشاب هذا اللي عمره 18 سنه. هي المشكله مشكله الاهل، مشكله التربيه. جزاكم الله خير. يبقى السبب فين؟ مشكله بالاهل هي، والتربيه بالاهل. يعني المشكله قبل 18 سنه يعني. كويس انت الحين لازم نعالج المشكله. كويس نعالج اصل المشكله، بدنا نعالج مشكله عند الاهل. هلا هون يعني صار مرحله متاخره، يعني مثل المريض بلحظاته الاخيره ما عاد فينا نعمل له شيء كثير يعني. كويس اي ما ممكن الاهل متعلمين والشخص نفسه عايز يقدم عمل درامي يعني هادف. طبعا هو عايز يخش، بس عايز يخش في الوسط الفني، عايز نديله ايجابيات العمل الفني الاول وسلبيات العمل الفني الاول. لو طغت الايجابيات على السلبيات افهمه السلبيات ازاي يتفاداها. هو من طريقه طرح السؤال، يعني عم بيحكي انه هو زي مثلا عاوز يغني او عاوز او بده مثلا يفوت بمجال التمثيل بمجال الفني العادي، يعني ما بمجال الفني الشرعي مثلا، خلينا نسميه نحن مثلا. لو بده يفوت مجال فني شرعي طبعا هذا شيء بالعكس شيء طبيعي، لازم نشجعه نحن لهذا الشخص اللي بده يفوت هيك. هلا حاليا صار في، حتى صار في صناعه سينما اسلاميه نوعا ما، يعني صار في فينا نسميه نحن فن اسلامي بهذا المجال. لا هذا مجال يعني صغر من صغور الامه، يعني هلا بحاجه نحن لاشخاص يقوموا بهذا المقام ويسدوا هذا السر. اما لو بده يفوت بالمجال الفني بده لك والله بيطلع مثل المطرب الفلاني او مثل الممثل الفلاني. هو قال كده هذا هو اوقفه لا ما انا بتكلم ايه؟ انا بتكلم ده حوار ما بينك وبين اختك، ما بينك وبين اخوك، ما بينك وبين ابنك. تفضل. برايي امر عادي اذا التزم بالاخلاقيات يعني. طيب ادري رايك. تفضل. اول شيء حسب الوسط الفني لكل دوله، حسب المجتمع اللي هو فيه بيختلف من دوله الى ثانيه. فلا هو كشاب شو الاسباب اللي خلته انه يصير هو بده يصير كممثل؟ فده هو زي ما قال الاخ انه هو كان يحضر افلام او مسلسلات من هو صغير، فهو صار بده يصير شيء زي هيك. فالدليل زي ما حكى انه خطا من هو صغير. فلا هو هاي المرحله بدنا نعدل، ما نقدرش نندم على الماضي، فاحنا لازم نحاول مع بطريقه او باخرى تغيير سلوكه. يعني ممكن تاخذ فتره طويله من الزمن، ممكن انه نسمح له يفوت جزء قريب من الجزء الدرامي، يعني كمثلا تصوير او اي شيء زي هيك، بس مش كالوسط الفني. بس عندي سؤال، شو حيصير شو الامر الخطا اذا صار فنان او مطرب؟ يعني هو بيقول لك ايه الخطا اللي انا مغني ولا فنان ولا كذا؟ فنان ومطرب غير عن ممثل. هلا ممكن ممثل شو الخطا؟ هو عملك المجموعه كلها مع بعض، انا هبقى ممثل واغني وحرص تمام. لا هاي ما سمعتش. بس خلاص انا شو مش
المشكلة يعني؟ هلا أنا كمغني وكمنشد ممكن مختلف إنه كمغني موسيقى ودبكة شو المشكلة يعني؟ هلا المشكلة إنه هذا حسب الإفتاءات الشرعية مختلفة عليها بشكل أو بآخر، بس أغلبها في القسم الحرام منها كبير والقسم الحلال يعني ملتزم بكثير بالكلمات والموسيقى اللي هي داخل جواتها ايش انواع الموسيقى، فهي الجزء الفني الحلال كثير شروط كثير. فلا غالبا هو راح يلتزم بهذا الحكي اذا بده هو الشريعه الاسلاميه، بس اذا ما بده باب الحرام كثير قدامه. هذا بالنسبه لفنان او مغني او منشد. بالنسبه للتمثيل، التمثيل بابه كثير واسع، والتمثيل حاليا المجتمع بشكل عام يعني ما في مجتمع وسط فني نظيف او وسط فني وسط، فيش فيه سيء كثير ولا كله للاسف سيء. او زي ما انت قلت برضه ممكن يوريش صوره من غير ما هو يدخل فيها، يعني مثلا يدخله في التصوير وكده، صح؟ ما هو في الاخراج يعني يشوف اللي بيحصل في الوسط الفني قبل ما يدخل فيه. خلاص الاخوه، هنا كان في حد رفع ايده؟ ما تفضل. انا يعني مثلا لو واجهت هذا الموقف سواء بالبنت بالاخص، انا صراحه ارفض هذا الشيء. يعني البنت تختلف عن الرجل، لكن انا لو مثلا ابني كان انا هقول لك اسالك سؤال، الزنا مش بنت ورجل؟ طيب ماشي، بس لا احنا الفرق في العقاب نفس العقاب. طيب بس من الاخر كمل كمل. انا عم بحكي عن الوسط الفني كويس كويس. بيعتمد على كثير عوامل، يعني مثلا انه مثلا الفن هذا يكون راقي وفن نظيف ما في مشاهد رذيله، مو شرط يكون يعني يكون سيء بالمشاهد الرذيلة، ممكن يعكس طابع فكري فكري ثقافي. كمل كمل. انه طابع فكري او ثقافي، فهمت كيف؟ يعني ممكن مشهد غير اخلاقي، يعني حسب نوع الفن. هو دائما الفنان لما بيكون صغير، النجم لما بيكون صغير ما بقاش نجم، بيبقى يفرض عليه بعض المناظر صحيح. او بعض المواقف او بعض المشاهد. لما الفنان بيكبر بيكون عنده شخصيه وعنده شعبيه، مش كده برضه كده، هو اللي بيفرض على السوق يعمل ايه وما يعملش ايه. ففي مرحله، تفضل. هلا انتم عندكم المشكله انه صار مطرب او ممثل، او مشكله في الوسط الفني من عدم اخلاقيه، وسط يعني خلاص هو اذا التزم بالاخلاقيات عنده شو المشكله اذا صار مطرب او ممثل؟ ما في مشكله. ما في مشكله؟ يعني لو غنيت بكره حتقبلوا؟ بس انا التزمت بالاخلاقيات لا، وصار ممثل او مطرب مش هلا هون فتنا نحن ببعض. هو عم يحكي انه شو المشكله اذا صار مطرب او مغني؟ لا هو بيسالكم. اعطيني بس سؤال اول شيء، اعطيني اسم يعني مطرب او مغني من هدول اللي بده يصير مثلهم، يعني بدك شو الاغاني اللي بده يغنيها؟ حامد حافظ مطرب مغني؟ تمام كرسوم مطرب مغني حفيوز تمام. هدول شو حكمهم؟ هدول نحن نجي حكمهم شرعا، شو حكمهم هدول شرعا؟ شو حكم الغناء؟ شو حكم الغناء شرعا؟ شو حكمهم؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف. المعازف شو شو المعازف؟ موسيقى. هاي الأغاني ما فيها موسيقى، هاي الأغاني ما فيها كلمات هابطة، هاي الأغاني ما فيها نساء عم تطلع سافرات بالرجال. شو ممكن سوق كانت عم تطلع، كانت تطلع متحجبة، هي ما كانت عم تغني بصوت المرأة، وصوت المرأة هي عم تحسن صوتها، صوت المرأة عورة بهذه الحالة عم تحسن صوتها. شلون هيك يعني مطرب حلال يعني؟ طيب مطرب اسلامي، هذا منشد اسمه لا اللي بيلتزم بحيط الضوابط، هذا من الناحيه الشرعيه بصير هذا منشد. هذا من ناحيه الشرعيه المجتمع اللي انت عايش فيه هيناقش الموضوع بالقضيه بنفس هذه الحيثيه، ولا في عنده حيثيات اخرى؟ حيثيات لازم تكون اولويه. انا سمعت انا بتكلم عن انت تشتغل في مجتمع، يعني انا بتكلم عليه يا اخواننا كلنا عارفين ان في حلال وفي حرام، خلاص مش مختلفين فيه على الاطلاق. انا بس هاي المشكله هو قال انه شو المشكله؟ ده رايه هو، ده رايه. انا قلت له هاي المشكله، انا قلت له هاي المشكله يعني. انا دلوقتي نزلت للشارع زي ما ذكرت لك، حيين هنا في اسطنبول، واحد اسمه تقسيم والثاني اسمه كذا، ناقش نفس المشكله دي، نفس القضيه دي، مش مشكله هي يعني، نفس الطلب ده في كذا حي او في كذا اسره. قد يكون انا خالي اتربى بطريقه مختلفه عن ابويا، خالي بيسمح بشيء ابويا ما بيسمحش بنفس الشيء، هم اخوات. في حديث ابوهم اتفضل يقول الحلال وبين والحرام وبين، كويس. بينهم امور مشتبهه، ده مختلفين، ده مش مختلفين في ده على الاطلاق. بس انا بقول لكم يا اخوانا، انا بقول لكم ايه، انت دلوقتي هتكون والي مدينه ولا والي محافظه؟ المحافظه دي فيها كل الاطياف، وانت لسه واخد عشان تنزل تشوف الناس دي بتفكر ازاي، وبت
تشتغل ازاي وثقافتها ايه وقيمها ايه وعايزه تقدر ايه عشان تبتدي توازن كيف انك تجمع الناس دول عشان تخدمهم. بعدك احنا مش عايشين دلوقتي بالرغم ان في زي ما قلنا الحلال باين والحرام باين. نتكلم عن بنتكلم عن مجتمع تغير 180 درجه. انا هقول لك حاجه صلي على النبي. المجتمع السوري قبل قبل 2011 والمراه السوريه المحافظه ها اللي قبل 2011 والمراه السوريه اللي عاشت في المخيمات دلوقتي خاصه المخيمات مش جم مثلا في تركيا وقعدوا في شقه وكذا لا اللي عاشت في مخيمات سواء في مخيمات النزوح في الداخل او في مخيمات اللاجئين في تركيا وفي لبنان وفي الاردن هل هي نفس المراه بعد 6 7 سنين؟ لا هي نفس البنت بعد 6 7 سنين. انا بقول لك انت نازل بقى للمجتمع ده اللي هو تغير 180 درجه والعياذ بالله يعني وعايزين نكون يعني خدام للمجتمع ده فلابد نقرا المجتمع منين؟ من تحت لفوق. انا غير الثقافه بالثقافه غير السلوك بالسلوك. ادي احد الحلول تغير الثقافه بالثقافه. نفسها ما تغير ها؟ نفسها نفس المراه ما تغيرتش. لا رايك خلاص حتى نيال تغير البيئة اللي البيئة هل البيئة اللي ما أثرتش عليها؟ أثرت. شو قصد بالتغير يعني من أي ناحية؟ أنا دلوقتي أنا لما بعيش في خيمة أديك المثل يعني أنا طبعا لفيت الخيام دي 30 40 سنة أنا بعيش في خيمة حرمة الخيمة زي حرمة البيت؟ لا ما اسمعني اسمعني بعدين يعني إيه زي ما تقول إيه الاختلاط اللي عم نتكلم عن الاختلاط ما بين المرأة وكل من يمشي في شوارع الخيم دي زي ما تكون هي قاعدة في البيت في مكان معين ومحدش يخبط عليها ما يخش عليها إيه لما يخبط على الباب مختلف تمام. فلما بتعود أنا مش بقول لك إنها أصبحت سيئة لما الإنسان بيتعود على شيء بيعتاد. أنا بنزل عايز أنزل معاكم يا أخوانا عايز معاكم الأمر واقع المجتمع لما تحصل فيه نزوح لما تحصل فيه عشوائيات لما تحصل فيه بطاله الحاجات دي كلها. فانا لما هنزل لهم لازم اسمع منهم مشاكلهم ازاي عشان اعرف احلها. انا لما اخش ان قلنا المراه باعت نفسها في مش في انا اعرف بعض الجمعيات كانت بتعالج ظاهره الدعاره هنا في البلد دي ما بين الاخوات اللي هنتكلم عنهم اصبحوا محتاجين والحمد لله استطاعوا انهم بعض الجمعيات ده ايه تقفل كل هذه الاماكن الى اخره. ودي ما كانتش موجودة وهي موجودة في مجتمع مستقر وأبوها جنبها وأمها جنبها وجوزها جنبها وولادها جنبها إلى آخره. فكل هذه المتغيرات السلبية بتؤثر على إيه؟ على المجتمع. واخد بالك؟ مدى مقاومة الشخص لكل هذه المتغيرات إيه؟ على حسب إيمانه صح ولا غلط؟ وعلى حسب الظروف اللي حواليه. فأنا بقول لك أنت أنا بكلمك دلوقتي إيه؟ كدور للشباب في معالجة هذه المشاكل. دور للشباب في معالجة هذه المشاكل. اتفضل. أحيانا يضطر الشاب المسلم المحافظ أن يدخل هيك أوساط ولكن يحاول يضل محافظ يعني يرسم حدود بينه وبين المحافظ لازم يكون بين كويس خاص يعتزل بس ببيته يبطل مثل مسيرة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم. خلي بالك لما تخش في أماكن صعبة يعني مثلا كنت أنا أعرف جماعة التبليغ والدعوة لما كانوا بيخشوا خمارة من الخمارات عشان يدعوا الناس كانوا بيخشوا كمجموعة مش خشوا كفرد. يوم ما يحب يدخل نفسه في خماره او كباريه او حاجه زي كده هو ده كده ما في السبعينات والثمانينات كانوا بيجوا لنا الحواديت دي في المواعظ بتاعت القديون احنا كنا نخش كمجموعه عشان لو واحد منها عمل كده الثاني يقوم شايل. واخد بالك؟ فصح من حقك صح انك تنزل تتعرف ومن حقك انك تطلع. انا هقول لك حاجه صليتوا على النبي ساعات لما الانسان بيخش ده بقى كنا بجاي وده قلتها انا بكده في اكتر من محاضره على امراه ارمله لوحدها معاها اطفال سواء في غرفه او في بيت او في خيمه ومكسوره الجناح لو دخلت لوحدي في خطر يعني هتلف فين؟ في اي مكان في اي مكان. فلابد دلوقتي انا بقول للناس اللي بيشتغلوا في عمل الانسان والاغاثه ده لما تروح الاماكن دي كلها لابد ياخد معاك شخص او احسن انك تروح امراه ما يروحش ايه الشاب لوحده عشان يقاوم الشخص اللي معاه. ايوه عشان ما تروحش انت لوحدك. ليه؟ لان في مراحل الضعف يا اخوانا في مراحل الضعف قد يكون الانسان الضعيف قدرته على المقاومه اقل بكثير جدا منك انت سواء كان الانسان الضعيف ده امراه او رجل. خلاص واضحه؟ يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟
احنا بنتكلم كانه اسمها ايه غناء غناء والتمثيل والحاجات دي كلها ليه احنا يعني مثلا متاكد ان اخواننا هنا بيعملوا كل يوم حلقات في الذكر والقران والفقه والشريعه كذا ما جابلكوش واحد رقاص ومغني يكلمكم لا طبعا ما انا اهو بس يعني مش عارف يعني سنتك تحب تدخل خطه لحاجه احب افسدكم يعني لا لا بقوله ايه يا اخي الفاضل احنا شفنا ايام زي يعني اعوذ بالله مش عارف صعبه في البوسنه صعبه انتوا كنتوا لسه ما تردتوش مذابح الصربيه سيبك من مذابح مذابح شيء ان واحد بيموت خلاص لكن لما ياخد بنتي انا ويغتصبوها نظاميه 5-6 مرات كل يوم ويحبسوها في محل 5-6 اشهر وما تخرجش الا وهي حامل 5-6 اشهر علشان تخرج حامل عشان يتفسخ المجتمع وشفنا ايام صعبه البنت دي ذنبها ايه او الزوج دي ذنبها ان المجتمع يرفضها يعني مره كتبت قصيده اسمها سعاده بنت هي قصه حقيقيه ان بنت اغتصبت وبعد ما اغتصبت فقدت وعيها فراحت في الغابه في تزلة وقامت ايه معلقت نفسها في شجره وانتحرت دخلت الدبوس فانا قلت القصيده دي في خطبه الجمعه فالشباب مسكوني بعد الخطبه كان شويه شويه كفروني قلت له انت عارف ظرف البنت دي وهي بتنتحر كان شكلها ايه بعد ما اغتصبت في وعيها في دينها في انسانيتها بنت تانية مسكوها كانت أجمل بنت في سيرفينيس أجمل بنت فلما الضابط شافها كده لما خدوها لي طلعوها في ايه في الدور الثالث وانا هطلع بعد ما اخلص الشغل يعني خلاص وحجزها لنفسه ده الحقيقة حقيقة فالبنت وجدت في نفسها ايه خلاص اما ترمي نفسها من الشباك وماتت يبقى ماتت ايه منتحرة بغض النظر بقى شوف انا بكلمك ايه انت قلت لا في واحد قال لك لا خد بالك الظرف النفسي ده اللي يعني هنتكلم عنه لابد احنا نفهمه نفسيه المراه اللي اغتصبت او نفسيه الراجل اللي دخل سجن واغتصب مش بيغتصب الرجال دلوقتي في السجون وبيذلوهم بيعملوا لهم كذا وكذا 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 الى اخره اما نتكلم عن مثل هذه الاشياء لا رسالتي معاكم ايه رسالتي معاكم ان لابد لما ننزل المجتمع نعرف مشاكل المجتمع من المجتمع ما ننزلهمش بحل من فوق يعني ايه يقول لك الاخ ده اصل جاي معاه ايه لازم اختلط بالمجتمع نفسه لازم انزل ادنى ثقافه في المجتمع ادنى طبقه في المجتمع طيب واطلع مبادئ الثقافات اشوف الثقافه المختلفه عني واحاول اعليها بالثقافه نفسها لا جزاكم الله خير اي حاجه ثانيه في العلاج اتفضل انه مش الثقافات ممكن انت تحكي انا نزلت هل انت نزلت يمكن بتحكي عن اي ثقافه يعني انت ثقافتك ثقافه اسلاميه ولا ثقافه يعني قديش معرفته بالثقافه الاسلاميه ولا يعني قديش معرفته عن الدين ولا قديش اقرب من الدين يعني انت لما حكيت نزلت انه بعد كثير عن الدين ولا لا هو قصده كلمه نزلت دي نزل شاف يعني مثلا انا هقول لك حاجه انا انت طبيب وانا مريض فانت لما تقول لي انت عندك كحه طيب سببها ايه بتيجي الساعه كام تيجي الصبحيه ولا بالليل ولا طول النهار وبتيجي لما تطلع بتكون كحه بيسموها ايه بلغم ولا اللي هو بالتفوت اسمه ايه بلغم ولا كحه ناشفه واخد بالك بتكون الكحه دي بتاثر على الصدر في الناحيه اليمين ولا في الناحيه الشمال فلما تنزل انت في معرفه اعراض الكحه بتبتدي تعرف تشخص المرض انا سؤال خدت بالك فهمت عليك انا سؤال انه هو أصلاً لما ينزل طبقات كطبقات اجتماعية أنه الفقير الغني المتوسط أيه كانت ثقافة سواء ثقافة دينية سواء ثقافة أخلاقية سواء هيك أنه لو ثقافة حسب الطبقة الاجتماعية الغني من الغني نفس طبقة الأغنياء في منهم اللي عارفين لهاي الأمور اللي إحنا عاديين نحكي فيها وعارفين حلال والحرام منها في من الناس أصلاً مش مهتمين بهاي الفكرة أساساً وكل هذا الحكي بكل طبقة يبقى هو لازم يعرف ده ولازم يعرف ده لان العامل المجتمعي زي الطبيب بالظبط يعرف مرض المجتمع ويعرف يتعامل معاه ازاي وسببه وازاي طريقه علاجه طيب دي نقطه في حاجه ثانيه بالنسبه اللي هو التمثيل والغناء والرقص والحاجات دي كلها والمزيكا لا خش على مشكله بعدين حاضر ها هنحل بيه
طيب ايه انواع الاسر اللي بتواجهنا في المجتمع دلوقتي؟ انواع الاسر يعني اسر اسرتك. اتفضل. في اسر متحرره، اسر ملتزمه، اسر متشدده. كويس. يعني هذول ثلاث انواع تقريبا. كويس. في انواع ثانيه. اتفضل. اسر متفككه. أسر متفككة؟ دي النوع الرابع اهو. تفككوا. ها ايه تاني؟ انا بسميهاش اسر متحرره، انا بحرر انه هو ده رايي. هو الدين برابطهم وهم فجاه بعدوا عن الدين، هيك هم تحرروا. هي مش هي محلله، هي محافظه للدين. هو ده المتحرره وده المتحلله. خلاص ده زي حتى الدم تحت الرجل. طيب بعد كده ايه انواع ثانيه من الاسر؟ ها ايه انواع ثانيه من الاسر؟ الاسر العاديه اللي هي مين؟ طبيعي. ما كلمة طبيعي دي مهمة جدا، ممكن بتكلمش نظرتها. الأسرة الطبيعية اللي هي العادية اللي هي يعني نص كوكتيل سواء. اسمها ايه؟ كوكتيل. طيب أسرة كوكتيل. يبقى احنا جبناها أسرة متحللة، أسرة متحررة، أسرة كوكتيل، أسرة متشددة. إيه ثانية غير أسرة متشددة؟ في أسرة طبيعية اللي هو ملتزمة بالدين وملتزمة بالمتحررة. نعم شو؟ وقتنا نقول أسرة متحررة، شو قصدهم بقى؟ أنا هسألهم دلوقتي. هسألهم. تصنيف على أي أساس عم يتكلم؟ أيوه حاضر. أنا قلت إيه أنواع الأسرة هم اللي كانوا مصنفة. أنا ما اتكلمتش. أنا كنت بتكلم خالص بحاجة مختلفة، بس هم دخلوا إيه؟ في البند. هو أسألك سؤال لأخونا، قال لك إيه أسرة متحررة؟ أسر متحررة كلمه هو؟ يعني أسر تتبع بعد الدين، مثلا أي دين يعني عم نحكي بشكل عام نحن، بس هاي الأسر لا بتتبع ضوابط هاي الدين مع إنه ممكن تعرفها. أبداً. أنا خليني أكمل بس. ما ده رأيي. ما بتتبع لا ضوابط الدين. بس هو التحرر مو هيك يعني. هو ده رأيي، هو فهمه. فيك تقنعني وانت بعد ما كده تقنعه. يعني مثلا كنت هذول انت عم تحكي لهم ان الاسر ان العاديه يعني انه ممكن انه يكون مثلا عندهم دين بس ولا ملتزمين بدينهم، فهو هذا يعني صار شيء طبيعي. يعني قد يكون هو بيقول لك هي اسره متحرره لكن ما بيلبسوش الحجاب، لكن مش عارف بيختلطوا مع بعض، لكن ساعات ياخدوا لهم حاجه كده ولا حاجه الى اخره. في قاعده كده لما الحلال يفهمها. اذا كده انت بتتكلم عنه، انت في رايك انت بقى يعني ايه اسره متحرره؟ النظر انه متحرره انه هن انه بس احنا ممكن ما يكون التزامهم دينهم كبير او ممكن يكون التزامهم كبير، بس ان يعني اسر بيعمل بيشتغلوا لمستقبلهم، بيشتغلوا للايام اللي جايه. ده حاجه ثانيه، ده تعريف ثاني خالص. ده هو ده مش تعريف. انا هذا برايي. هو ده تعريف وغير تعريف. انا برايي هذا هو المتحرر. يعني المتحرر الموضوع بيكون متحرر من الدين طبيعي. يعني هو وقالوا كلمه متحرر وتوصل كلمه متحرر انه هو عنده دين بس هو ما عم يلتزم بدينه. التحرر ده تعرف، ده تعريف ثاني. تعريف ثاني. فأنا مش مختلف معاك ان انت ده تعريفك وده وجهه نظرك صح، هي كنت فوق الناس الاخرين كلهم صح، لكن هو عنده تعريف ثاني. حضرتك في قاعده بنحط على اساس ان احنا نصنف العائلات دي على اساس ايه؟ في قاعده دينيه، في قاعده اخلاقيه، في قاعده ثقافيه. انت قول لهم على كل قاعده في تصنيف. طب صح. فهو اسره جاهله. هي أسرة جاهلة. في الاسم مسلمة، ولكن في مثلا أسر ممكن تطلع فوق المستوى، تبقى فوق المستوى عالي في كناحية علمية ثقافية أعلى أو دينية. في س... في س... في عائلات ممكن تبقى تحت المستوى اللي احنا بنحطه. نعم كويس. شوف التصنيف المجتمع، الأسر المجتمعي. تفضل. تصنيف الأسر المجتمعي مثل تصنيف أي مجتمع. طبعا. المجتمع ممكن يكون فيه فقر وغنى، جاهل وعالم، إسلام، كفر، دين، إلحاد، كذلك ممكن تكون الأسر. فما في فصل بيناتهم بالتصنيف. طيب من الناحية الثقافية ومن ناحية القيم والأخلاقيات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، في تصنيفات كثيرة جدا للأسر. مقبلك؟ يعني أهم شيء في تصنيفات الأسر إيه؟ أخلاقيات الأسر. عشان إيه؟ في بعض الناس ما تخشش في الدين، خليني في الخلق. مقبلك؟ اللي هي الأخلاقيات تتعرف عليها المجتمع. مقبلك؟ فالأخلاقيات دي بتكون جزء من الدين بتاعك، جزء من العادات بتاعتك، جزء من التقاليد بتاعتك. طب ده أحد التعريفات اللي هي إيه؟ بتاعت القيم والأخلاق. تكوين الأسر من داخل، يعني إيه تأم أسر؟ تتكون من إيه في نظركم؟ كأب، أب، أم، إخوات إخوات متحابين ما بينهم، كويس، ما بين بعض. أب له رقابة على أولاده، مش رقابة كرقابة متسلطة، لا، كرقابة إن هو بيراقب من غير ما بيعمل عقاب. يشوف الابن مثلا، غلط مثلا في مشكلة ما جيش يعاقبه كعقاب إلزامي إن أنت عملت خطأ فأنا هابوس. يعني تكلم أب وأم وأولاد. أسرة ثانية، نوع من أسرة ثانية.
تكوين الأسر؟ قد تكون أسر كبيرة بس يعني قرضت يمكن. أو الأب وأم ودي أسر صغيرة. قد تكون أسر كبيرة يعني يكون مثلاً. قد تكون أرملة. أو أرمل. حال أسر متفككة أو. لا ما أرملة مش متفككة. ربك يعني أرملة أو رجل أرمل وبيربي أولاده. قد يكون مطلقة أو مطلق وهو مع الأولاد. زماننا متشتتة يعني أسر متشتتة. متشتتة. فده التكوين الأسري. جزء أسرة بدون زواج أصلاً. أو قال لك شوف دخل ده بيجيب اللي عمل زي سيدنا مين الصحاب اللي كان دائما يجيب الشر يتكلم عن الشر شرير انت وصل انت قلت ايه بدون زواج اصبحت طبيعه دلوقتي موجوده في اسر. طيب ده اول الخطط. في نوع تاني في الاسر اللي بدون زواج دي اسمها ايه؟ ما هو كان معنا دي اسر غير شرعيه. ما هي دي كلمة ها في ايه تكوين الأسرة من جوه؟ الأب بيكون ذكر ولا أنثى؟ سواء شو أنا بكلمك إزاي؟ أسر شاذة أسر نسبية ايوه بالك دلوقتي في قوانين في الغرب وفي العالم كله بتقول إن ممكن الأب يكون امرأة والأم تكون امرأة ده قانون انا بكلمكم كل اللي انا بتكلم فيها يا اخوانا عشان انتوا تعرفوا المجتمع اللي انتوا هتشتغلوا فيه ان بعض الناس في المجتمعات دي رغباتهم في الحياه ودي القوانين اللي بتحكم. انت مثلا رحت اوروبا تمام خلاص وبتتكلم عن حريه كل واحد في اختيار الاسره بتاعته تمام وده اصبح قانون هنا ولا هو مش قانون؟ هو قانون بقول لك شوف انواع الاسر اللي خرجت من ادم وحواء عليهم السلام وبعدين الانبياء وكذا 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 والفطريات وحاجات كده وعادي الى انها خرجت ايه؟ انت قلت اسره ايه؟ بدون زواج وبعدين مشيت في الطريق ده وشوف المجتمع تغير ازاي. انا كل اللي انا بتكلم فيه النهارده معاكم على اقول لكم سرعه تغير المجتمع في انهياره الاخلاقي. خدت بالك؟ أنا مش مختلف معاك، احنا بنشوف المشكلة إيه ونحاول نعالجها، بس أنا بقول لك أنت كأن أنت باحث مجتمعي، خلي بالك المجتمع اللي أنت بنتكلم فيه ده ما هوش مجتمع الصحابة اللي كان في مكة أو في المدينة قبل كده. طيب احنا يعني أنت هتفضل. نرجع بقى لعهد الصحابة بعد عليه الصلاة والسلام. نرجع نشوف الأساسيات اللي بنوا عليها الأسر، الأساسيات اللي بنوا عليها المجتمعات. نشوف ناخد الأساسيات ديت نرجع نطبقها ثاني يعني. نعم عايزين انت بتعالج دلوقتي ايوه بعد ما عرفت الايه المشكله. طيب لو ما في مشكله حاول ترجع دلوقتي. لو كنا اسلامي المجتمع احنا صح انه متاثرين بالصحابه، كمان في نسبه كبيره كثير متاثرين بالحضاره الثانيه الاوروبيه والامريكيه. كويس. ومن هناك لما يكون زي ما حكى انه عائله بدون زواج او عائله مثليه هاي الاشياء كثير منتشره عندهم، فكثير انتشرت عندنا بس انه ايش انا بقلد واحد غير انه هاي الاشياء صارت. احنا لازم نعالج هذا الفكر الاساسي. أيوة. انه انا مش لازم اقلد الاجانب والغرب، لازم انه انا اصنع ثقافتي بنفسي او اصنع تاريخي بنفسي. جزاكم الله خير. اخوه هنا في مشكله كمان انه اتفضل المتحولين جنسيين ده حاجه ثانيه. طب احنا اتكلمنا ايه اللي هم ترانسجندر. اتفضل بيتحولوا يعني بيجوا عمليات ممكن يكون انثى يصير ذكر صح بالعكس. يعني شوفوا اخواننا بيتكلموا عن ايه؟ احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم على مجتمع يعني مجتمع المدينه الفاضل بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان زي ما بيقولوا يعني ايه؟ وان لاير يعني مستوى واحد. سيدنا عمر كان بيمشي بالليل يخبط على البيبان يشوف الناس اللي يسمع البنت اللي هتخلط الميه باللبن، يسمع الست اللي كان بتخطب زوجها الى اخره. لكن لما المجتمع كبر وبقى معقد وبقى مترام الاطراف سيدنا عمر كان بيتمنى ان هو يعني ايه ربنا يحمده اخر ايام لما اتسعت الدوله الاسلاميه، لان المسؤوليه كبرت والمشاكل كبرت. انا هديكم مثلا ودايما بضربوا الاخوه كلها. مين جاب انت في سوريا في مثلا مدينه اسمها حلب حمص اي واحد يرفع ايده؟ في حلب. حلب ها؟ حلب. كلكم من حلب؟ انا من حلب. شام. انت من الشام. طب انا هخليك انت تعتبر انت في الشام ليها محافظ؟ محافظ. وبعدين في داخل الشام الاحياء مين اللي بيمسكها؟ مختار. انت بقيت مختار، اين هو الحي اللي انت عايز تمسكه؟ ربينا.
اديني حاجه كده من احياء الشام. جوبر ده في كم الف؟ 100,000. خلاص يعني في 100,000 شخص، يعني مثلا بتاع 20,000 بيت، صح؟ هل ستستطيع انك تخبط على كل بيت فيهم زي ما كان سيدنا عمر بيعمل زمان؟ المشكله بدت ان الحاكم طلع فوق. لا انا بس انا بدي له العمل الواقعي اللي على الارض. هو دلوقتي اصبح هو خلاص الحمد لله هو الايه اسمه ايه مختار ايه مختار جوبر. هم بس كده عشان لبسوه العمه هناك جاب العمه هناك مختار جوبر. ها هل هتقدر تروح على كل البيوت دي تخبط زي ما كان سيدنا عمر بيعمل، ولا هتحتاج ممكن تجد وسائل تسهل لك الامر ده؟ واصبح الامر معقد، واصبح ان كل بيت من البيوت دي قد يكون فيها مشكله او 2 او 3 او 5 او 10. يبقى مثلا 20,000 بيت ولا 100,000 واحد دول عندهم مثلا 500,000 مشكله. شفت العمليه بقت معقده ازاي؟ فاللي احنا بنتكلم عليه النهارده يا اخوانا ان انت لما تيجي تشتغل مع المجتمع لابد تجعل نفسك قادر على فهم المجتمع ومشاكل المجتمع وثقافة المجتمع وتغيرات المجتمع وحاجات المجتمع وطموحات المجتمع. المجتمع اللي في كل فرد من أفراد المجتمع على حسب ما سيدنا عمر لما جه يعين الأولاد أنا موافق 100% كان بينطحي يا عم. خلاص أنا والله موافق أنا موافق خبرك، بس أنا بقوله على حجم المسؤولية. أيام سيدنا عمر كان فيه 500 واحد ولا حاجة زي كده. المجتمع اختلف. ده اللي أنا بتكلم عليه. وكلما كبر التكنولوجيا، كلام على التكنولوجيا في الأول، كلما أصبحت وسائل التكنولوجيا الحديثة دي بتوصل معلومات لكل حتة في العالم، كلما تغيرت الثقافات ما بين مش بين عشات وضحاها كل ثانية وكل دقيقة وكل ساعة وكل يوم. غلط وصح وفساد إلى آخره إلى آخره. واضحين يا اخوانا؟ الهدف من الكلام مع بعض النهارده هو مش محاضره، الهدف من الكلام مع بعض النهارده ان نعرف ان المجتمع اللي احنا عايشين فيه مش شريحه واحده، المجتمع اللي احنا عايشين فيه مش فقه واحد، المجتمع اللي احنا عايشين فيه مش حزب واحد، مش جماعه واحده، المجتمع متكون من خمس يعني من انسجه مختلفه كثيره ومن ثقافات مختلفه، كل يوم الثقافات بتتغير. زي ما حضرتك اللبس اللي انت حضرتك لابسه ده متكون مش متكون من نسيج واحد بس. شفت بقى؟ لقيت ايه الفلسفه دي؟ صورة لو سمحت عشان تعرف التلفزيون، صوروا في التلفزيون، صوروا مش انت المخرج السينمائي انت. طيب ده بالنسبة لايه؟ لانواع الاسر. بعد قلنا في ناس بتحول، قد يكون التحول الجنسي اللي انا بتكلم عن حضرتك مرض. فاحنا ساعات بنمسك يعني مثلا ساعات بنمسكه ايه عايز نضرب الرجل او نضرب المرأة. هو مريض من جوه مش عارفين. ما بس ما يستطيع يتقبل نفسه. واخد بالك؟ فاحنا بنتكلم ايه؟ كل شيء في 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 حاجه زي كده هو ممكن يكون له علاج الى اخره. طيب هل في مشكله اسمها العنوسه؟ ايه ايه عجبتك دي قوي. انت اللي هتحل مشكلتنا. مين اللي قال انت؟ ها طب اتجوز اربعه والله يا ريت سبعة على عروس مش من الاتجاهين يا صار يعني ناس الرجال والعروس ما الاثنين مش اثنين. طيب نحل مشكلة العنوسة. طب ايه يعني ايه اسباب مشكلة العنوسة؟ المهر المهور كويس كثرة النساء. اذا ما نحكي لخالد سوري خلاص هو رايه كده النساء مقابل الرجال خلاص مش مشكلة هو رايه كده صح. مشكلة العنوسة ان احنا بعيد خليه هو لا هو لا هو لا هو هو بيتكلم قال لك ده واحد قال لك المهر اللي تكلفة الزواج اخونا قال لك النساء اكثر من الرجال الرجال مش مشكلة وبيموتوا بالحروب مش مشكلة خلاص لا ده رايه ايه المشكلة؟ يا خليه يقول طب ماشي خليه يقول اللي عايز يقول اتفضل ها كثرة النساء ها اتفضل في حديث بيقول اقلهن مهرا اكثرهن بركه يا انت بتتكلم عن حديث اللي اخونا مين تاني مثلا في سوريا سبب العنوسة الرئيسي هلا معدلات العنوسة داخل سوريا مرتفعة كثير سبب العنوسة الرئيسي هو الحرب يعني الحرب الحروب الحروب يعني حروب حروب نعم هلا نفس الشيء يعني مثلا ضمن سوريا معدلات العنوسة عند النساء خلينا نقول مرتفعة جدا برات سوريا كمان معدلات العزاب الذكور مثلا العزاب خاصة مثلا بتركيا مرتفعة جدا نفس الشيء يعني هي القصة لأنه صار مثل في فصل بين الذكور والإناث في هل العامل الاقتصادي جزء منها؟ طبعا العامل الاقتصادي طيب. اللي هو الوظيفة نرجع للبطالة ليه؟ نرجع للبطالة مرة ثانية صح ما هي كده انت ما عندكش قدرة ها؟ انت ما عندكش طلبات متطلبات الأسرة تقول لك أنا عايز شقة وأنا عايز كذا وأنا عايز كذا وأنا عايز لذلك الحديث قال صلى الله عليه وسلم ده
في النقطه دي مهم جدا، المغالاه في المهور. احنا بعدنا عن الحديث. ايوه احنا بعدنا، احنا بعدنا عن الحديث مظبوط. يبقى يعني بنتكلم عن البطاله، بنتكلم على الحاله الاقتصاديه للناس، بنتكلم على الثقافه. واحد بيقول لك انا مش عايز اتجوز، مش عايز وجع قلب زي الاسر غير المتزوج يعني لا، في واحد في شباب دلوقتي متخرجين يقول لك انا من كتر ما شفت المشاكل اللي بين ابويا وامي مش عايز اتجوز، خلاص كل يوم خناق. او لو ابوه وامه اتطلق، او لو ابوها وامها اتطلق واصبح عليه دخل كويس. يعني في بعض البنات خلاص، بس في بعض البنات بيبقى دخلها كويس جدا جدا جدا، مركزه ليه؟ شافت ابوها بيعمل كذا، او امها بتعمل كذا، او جارها بيعمل كذا، او عمها بيعمل كذا، او لا، فتعقدوا من الجواز سواء كان. فبالتالي جزء من مشكله العنوسه الاب والام، اللي هم خلوا الاطفال يعيشوا في مجتمع، في مجتمع الاسره يعني، مجتمع صعب جدا، فكرهوا البنت والولد انهم يتجوزوا، او ما خلوش الجواز هو بالنسبه لهم يعني قضيه اساسيه. كان من دراسه كم 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 البنت اللي عندها 30 سنه او 30 سنه ما حدش هيتجوزها، اتجزت او الولد. من الاسباب كمان الثقافه اللي ادخلوها على مجتمعاتنا، أيوة. عن طريق المسلسلات او عن طريق جمعيات حمايه الاسره وحقوق المراه وهالشيء كله، هذا يعني ثقافه الغوا عنا او حاربوا ثقافه الزواج المبكر. يعني هلا مثلا ابائنا ممكن تزوجوا كان عمره مثلا 22 23، اجدادنا ممكن تزوجوا كان عمره 17، هلا شوي شوي عم يتزوج الشاب عم يصير عمره 30 و35 سنه نتيجه هي الثقافه اللي دخلت علينا. انه انت ما لازم تتزوج حتى تكون انت خالص كل شيء، خالص عسكريه وخالص جيش وخالص دراسه وعندك بيت وسياره وما شو احسن تتزوج. هذا كمان ادى لارتفاع معدلات العنوسه بشكل كبير. يعني هلا لو انه نحن مثلا هلا خاصه مثلا بتركيا، يعني هلا بتركيا ما عندهم مشكله مع الاسف يعني عند معظم العائلات، انه العائلات التركيه عم نحكي انه مثلا بنت او شاب يكون عمره مثلا بالمدرسه يعني عمره 17 او 18 سنه ويكون عنده صاحبه او هي تكون عندها رفيق او كذا، ما عندهم هي مشكله. بس اما يكون في علاقه بيناتهم يعني حتى ما عندهم اي مشكله بهذا الشيء، حتى كمجتمع صار عم يقبلها مع الاسف. ولكن اما انه هدول تعال زوجهم لا، بتصير بتقوم الدنيا يعني بتقوم القيامه. يعني انه زواج تحت سن 18 سنه حرام، اما زنه تحت سن 18 سنه حلال. يعني هي الثقافه زرعت في تركيا وهلا يمكن كمان عم يجري تصديرها على بلادنا العربيه. كويس. يبقى انت بتتكلم ثقافه، بتتكلم حاجه اقتصاديه، بتتكلم تقاليد صعبه من الزواج والحاجات دي كلها الى اخره. طيب هل العنوسه دي بتؤثر على المجتمع؟ طبعا. ازاي؟ سلبا ولا ايجابا؟ سلبا. ازاي؟ علاقات غير شرعيه. سيبك من علاقات غير شرعيه، بعد كده اللي بالصف خلاص احنا خلصناها، ما احنا عايشين فيها دي من الاول، بقالنا سنه، بقالنا ساعه في العلاقات غير الشرعيه. طب ايه راي حضرتك في الزواج المبكر؟ هل هو بس هيتكلم عن العنوسه دلوقتي؟ تمام. العنوسه العنوسه هل بتؤثر سلبا على المجتمع؟ ازاي؟ بزيد عدد النساء غير المتزوجات، نعم، فبصير عدد الجيل القاعد بالولد او الاعداد المولودين بصير اقل، فبتاثر للمستقبل. مستقبل دي حاجه ثانيه يا شباب. ها تفضلوا. ايه تفضل. ممكن يؤدي سواء كان الشاب او المراه انه التقبل الاخير باي حد حاجه ثانيه. ايه تاني؟ ما عاد في شباب ها؟ شباب قلب اللي هو يعني الولاده. الولاده الجزء ايه تاني؟ مفيش اسره. اخطر حاجه فيها انها مفيش اسره. اهم مكون في المجتمع هي الاسره. الاب والام والاطفال، ده اهم مؤسسه في المجتمع هي الاسره. يعني اوروبا دلوقتي خدت 300,000 سوري اسمه المانيا 5 مليون. لا ما هو مش سوريين بس. في اللاجئين الاخرين ليه؟ لان ما عندهمش شباب. بغض النظر لان هم لو انتهج ونهج بيعانوا منهم بعد ما بداوا النهج ده 60 سنه او 70 سنه او 80 سنه. فاهم شيء في العنوسه ان مفيش اسره خلاص، مش جيل رابع، مفيش كذا، مفيش كذا، مفيش كذا، مفيش كذا، مفيش كذا، مش مرتاح نفسيا، مرتاح ماديا غير مرتاح نفسيا. كتير جدا من الناس لما مش متجوزين وبتاع ده بيبقوا تعبانين يعني. عايز يبقى شاف لما يجي لو كان اخويا انا ومش متجوز ولا انا مش متجوز اروح يعني اتمنى ان يكون عندي طفل، اتمنى يكون عندي ابن، اتمنى يكون ساعة كام دلوقتي بس عشان ايه؟ ممكن ناخد فترة راحة لو سمحت. ولو ما سمحتش. طيب اللي جاي اصعب من اللي مش عايزين تشربوا شاي؟ بس كده. انا يعني اشرب شاي ولا هم يشربوا شاي؟ حضرتك كل تعال تشربوا شاي؟ يعني لا خلاص طالما انا ممكن نخلص ولا
عشان خلص مرة واحدة ونخلص ولا عايزين نخلص؟ قولوا انتوا يا شباب لو باقي كتير. انا بس باقي نقطة واحدة ناخد فاصل، لو باقي كتير لا خلاص ناخد نقطة واحدة ونخلص. الإلحاد اقعد 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 الإلحاد يعني ايه الإلحاد؟ يعني ايه الإلحاد؟ الإلحاد هديك ضحكت بتضحك على ايه؟ لا يعني كان يقول الخالق هل دي اصبحت دلوقتي شيء يعني صار ايه؟ انت وافق معاه؟ يعني موضة حتى ممكن يعني انت وقف عندي موضة ما فيش على انها ظاهرة اللي هي بتاعت اللي هو لا لا الحب مع الاسف يمكن صارت ظاهرة يعني صارت ظاهرة طيب تفضل شايف انا حصل لا على خم ما أضل الموضوع هذا يعني رجع أرجع عادي تفضل في بعض الناس سبب معين وهذا سبب إنه مثلاً هي بتعرف مثلاً دينها مو شرط الدين الإسلامي يعني وإنه في ضوابط والتزامات فهي بتلحد رغم إيمانها بهذا الدين بس عشان تبعد عن هاي الضوابط والالتزامات وصراحة أنا قريت أكثر من خبر عن هذا الموضوع منهم فنانين ومشاهير وغيره يعني فبلاحظ لك معظم المحلين بيرجعوا الدين يستمتع طيب حاضر استخدام العلم كوسيلة للتسويق للإلحاد يعني هو لا يوجد يعني هو أسباب الإلحاد في إلحاد ولكن أسباب الإلحاد أسباب هو التسويق له إعلاميا مع ما في تضارب بين الدين والعلم ولكن يستخدم العلم على أنه هو التضارب بين الدين والعلم على شو السؤال هو السؤال أسباب فضل. العلم اللي عم يتكلم عنه الأخ هو علم مزيف وفي بعض العلماء أثبتوا وجود الله يعني أو الإله بإثباتات وبراهين إنه علمهم مزيف كله علم مصطنع وما له أي تفسير يعني العلم اللي عم يحكي مثل نظرية داروين وإنه الأصل الإنسان قرد يعني طيب. أفكار تانية تفضل احنا بنحكي مش مجتمع اسلامي مجتمع بشكل عام مجتمع بشكل عام ممكن اي واحد مثلا دينه الاسلام مثلا او الهندوس او المسيح او اليهودي كل واحد بتصلى على دينه لا انا ليش بآمن بهذا الدين ممكن يخرج عن دينه للالحاد مش يكون خطوه غلط ممكن تكون خطوه صح احنا بناخذها خطوه خطا لا ممكن الاسلام انا طلعت عن ديني ممكن احنا كمسلمين نشوفه خطا بس كمسيح طلع عن دينه صار ملحد صار يعني قريب على الاسلام أو اليهود أو الهندوس أو هذا أو رأي رجال الدين الجهلة جهلة رجال الدين بيساعد كثير إنه في ناس بنفروا الناس يعني بس عم بحكي على كافة الأديان يعني نعم أخونا تعدد أسباب يا أن الولد يكون الولد بعائلة ملحدة يا أما أن الولد بعائلة مثلا الأب مسلم والأم يهود غير مسلمة والأب متشدد جدا فبيكره الإسلام والأم ما لها علاقة بالدين كويس فبترك دين أبوه وأمه وسبب الواحد كيف أخونا خلاص انت طيب خلص قلت الوازع الديني عند الأسرة حتى مثلا لو كان نفس الدين ومثلا جاهلة بالدين الدين اللي هي بتأمن فيه فالولد ما راح يتعلم أي شيء وممكن تنزرع فكرة الإلحاد طيب أخونا معضلة الشر إيه؟ معضلة الشر يعني وقت اللي بيكون في واحد مرض خلال ظروف سيئة بقول ما في رب العالمين هو يساعدنا فأنا بنكر وجوده هو ما عم يساعدنا معناته ما موجود صح فعلا ما أخونا عم رأي كمان تقليد الأعمى وانعدام ثقافة الدين تقليد الأعمى كل هذه أسباب طب هل الإلحاد دلوقتي بدأ يزداد؟ إيه؟ أما كان من قبل ليه؟ بسبب الأسباب يعني بسبب العلم ساب العلم ثاني استاذ هلا بس اعلام ثاني هلا في كثير من العلماء يعني فيني اقول نسبه كبيره من العلماء هي بعد ما وصلت بنص طريق العلم يعني اغلب من الحد هنا في كثير من العلماء الحد هلا في مقوله بتنقال انه بطريق العلم الواحد بيلحد بطريق العلم او بصير فكر بالالحاد بس بعد ما يخلص الطريق او انه يكتشف تمام الشغله بيكتشف انه وجود اله بس العلم يعني اغلب الملحدين العلماء الملحدين
هلا ملحدين ملحدين انواع، في ملحدين زي ما انتم قلتوا عن الموضه بس انه في ناس بتلحد، في ناس زي ما قلتوا انتم انه من البلود، بس في ملحدين اللي انا قلت عنهم اللي هم فكروا بدينهم، فكروا ليش انا مسيحي وليش انا يهودي، ليش انا يعني بعبد انا بحكي عن عيسى هو الاله او هيك او هندوسي او بوذي او الى اخره من الاديان. فهذول استفسروا عن حياته، استفسروا عن حياته، استفسروا شو اللي خلق هذا الكون، شو اللي شيء، فالحدوا. فهذا الالحاد مش شيء غلط بالضروره، انه ممكن اذا ضل يسال ضل يسال يوصل لطريقه ثانيه او يثبت وجود الاله. هذول غالبا بيكون في علم الشاب حكى انه كل ما زاد في العلم انه كل ما انه صار الواحد منطقي اكثر، وصار انه الحياه كلها منطقيه والدنيا كلها منطقيه، ما في اله وكل شيء ماشي سبهدله. اما هو في علم اللي هو درسه بعض المسلمين، حتى كان في مسلمين درسوا علم الفلسفي في منهم الالحاد. علم الفلسفي هو هذا العلم، يعني حتى نصح فيه العلماء الدين انه ما في فايده منه. كويس اخونا، انا عندي راي لهذا الموضوع يعني اللي حكوه الشابين اللطيفين، انه حكوا انه العلماء في كثير من العلماء الحدوا بعد ما تعلموا من هالحكي هذا، بس في مقوله بتقول انما يخشى الله من عباده العلماء. يعني بصراحه انا نفس ما حكيت انه العلم اللي العلم المبني على الالحاد علم مزيف وما له اي تفسير، يعني بالعكس اصلا كل ما الانسان تعلم العلم الصحيح والعلم الموثوق والثابت بيزداد ايمانه بالله وقدرات الله سبحانه وتعالى. حتى في كثير علوم اصلا بتقود الى الايمان بالله، والعلم موجود اصلا بالقران الكريم. ممكن خلال فتره من الزمن يكون في اعتقاد سائد بشيء معين، ربما بعدين يتبين لهم انه هذا خطا. مثلا كان في يقول عن الارض ان هي باقيه منذ النزل، وجود من ليس لها بدايه، ولكن بعدين بلشوا بنظريه البيج بانج. فنحن لا نتفق لا مع الاول ولا مع الثاني، ولكن نحاول ممكن نمشي معهم، يعني اذا كان راح يؤدي الى فائده للبشريه فلا اعتقد انه فيها مشكله، لكن الاعتقاد فيها كانه هي صح 100% فهذا شيء اخر. اخونا وبعدين اخونا انا هلا على موضوع العلم. هلا اغلب العلماء اللي بيحكوا انه الحدوا او خرجوا عن طريق، هلا حاليا بهذا العصر اغلب العلماء الموجودين مش نسبتهم كمسلمين كثير قليله، اغلبهم يعني بنحكي 80% منهم هم من ديانات مختلفه. هذول الديانات دليل انهم زي ما قلت قبل شوي انه هم بعد ما وصلوا لدرجه من العلم كهندوس او بوذيين او مسيحيين او يهود، شافوا سخافه دينهم مقارنه بالعلم الموجود. مستحيل هيك دين او هيك علم او هيك اي شيء بيكون عن جد، يعني دين صدفه ولا الدين البوذي ولا الدين الهندوسي، مستحيل يكون اله زي هيك صنم انه قدر يعمل كل هذا العلم. هذا ادى الى انه يكون الالحاد شيء كويس مش شيء سيء. الاسباب اللي حابب اسمعها الاخوان انه تصويت بعض النظريات اللي هي غير مثبته، يعني هلا دائما النظريات عن نشاه الكون ما حدا بحسن يثبتها، يعني فهنا مع الاسف سوقوا بعض النظريات غير المثبته على انها حقائق علميه ثابته. هلا بلشوا مثل ما قالوا بازليه الماده بقصه التطور بعدين وهذا الحكي، وانه هي نظريه مثبته غير قابله للنقاش وحكي علمي وشو كذا، مع العلم كل فتره بيطلعوا هن عندهم خطا بنظريتهم، خطا باعتقادهم بيرجعوا بصححوا. لو تصوت الله هي القصة على إنه حقيقة علمية، بكون أنا عندي شخص بحب العلم وشخص عم بيدرس أو يعني بيسعى لإنه يكون عالم، وعم يلاقي إنه الدين عم بيتناقض عندهم عن العلم، عم بيكون عنده مكانة العلم أعلى من مكانة الدين، فمشان هيك عم بيروح عم بيتجه نحو الإلحاد. هاي السبب الرئيسي. أنا برأيي فيه هو اعتناق الدين بالوراثة، بالدين أشخاص ما بيعتقدوا ما بيعمل. إنه هو ورث الدين عن التقاليد يعني. ما بيعتنقوا الدين فكرياً. خلاص ابوي وامي مسيحيين انا مسيحي، ابوي وامي مسلمين انا مسلم، فاي لحظه واي حادثه بيحسن يترك الدين او ينسلخ عنه راح ينسلخ. نعم جزاكم الله خير. هلا بالنسبه للعلماء اللي بيحكوا عن الشباب انه العلماء اكثر شيء بيلحقوا انه بيشوفوا اشياء يعني مستحيل حدا يساوي هذا الشيء، بيقولوا اكيد يا اما في اله يا اما في اله. فهون بيجي دور المسلمين والوازع الدين بسموه، فلما بغيب الدين اكيد راح يلهي. فالسبب هو انه ما في ناس توصل الدين للناس. حتى يتفضل عدم اجابه رجال الدين عن بعض التساؤلات الشباب، عدم مقدره رجال الدين عن بعض التساؤلات من الشباب. انا ارجع انا بقى ايه، انا عندي انا ملحد
أول خطوة فعلا دي. كيف حتتعاملوا معايا؟ نسأل عن سبب الحادة. ها؟ فضل أنا ملحد قدامك وبقول لك خلاص يعني هتعامل معايا إزاي؟ كيف حت هو قال لي أول كلمة قالها لي إيه؟ الله يهديك. الله يهديك إيه؟ معناها إيه؟ في ناس يقول الله يهديك. الله هو مش قال لك إيه؟ تفضل. الله يهديك ممكن. خلاص خلاص أنا هتعامل معايا إزاي؟ حاول أنا أقنعك بالعلم اللي عندي يعني في ناس أكيد. قبل ما تقنعني. لازم تسمعني. هتعامل معاك. لازم تسمعني. مش أنا مش هتكلم. بس أنا بقول لك الشاب الصغير ده اللي هو خرج أو البنت اللي زي ما بيطلعوا في التلفزيون في السوشيال ميديا دلوقتي الحاجات دي كلها وبيطلع أنا جاي من الحتة الفلانية بنذكر اسم البلد أو المدينة أو الآخرة. واخد بالك أنت ما سمعتهاش أو أنت ما سمعتوش. اتفضل فالعلاج إيه بقى؟ علاج إن هو ملحد؟ لا هتعامل معايا إزاي؟ أنا هاجي لك على أساس أخلاقك. على أساس أخلاقك أنت ولا أخلاقي أنا؟ أخلاقي أنت. الله يحفظ العرب. تفضل. أول شيء نقطتين، أول شيء شو السبب اللي خلاه ملحد؟ هل هو ملحد بالبلاد أو شو السبب اللي خلاه ملحد؟ ثاني شيء دائما أنت قلت أسمع له عشان أعرف هو إيش بيفكر، يعني هو ممكن مش ملحد كملحد أنه بيؤمنش بوجود إله، لا هو منكر الأديان الثانية أو منكر الدين اللي هو طلع منه، هو طلع من دينه ممكن مش أنه ما فيش إله، منكر الدين اللي ممكن المسيحية أو منكر الهندوس أو البوذية منكرهم كديان، أنا هاي ديانة أنا شفتها وشفت ديانتها وشفت تعاليمها كلها أنه هاي غلط 100% غلط لأنه طلع منها، فأنت بإمكانك تورجيه يعني أنا كمسلم عطول بدله أنه بثبت له وجود إله بشكل أو بآخر يعني بطريقة الإسلامية أو بدله على طريق الإسلام بهذا. جزاكم الله خير. تفضل. أول شيء لازم تتعامل معه كإنسان. أيوة. دون أي نظر عن ديانته أو قوميته أو قومي. ثاني شيء لازم تتعامل معه بأخلاق القرآن هي أخلاق الدعوة. كويس. اتجه النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله. ثالث شيء لازم تتناقش معه بشكل مكثف. كويس. وتشوف ثقافته كيف، لأنه معظم الناس بيلحدوا يعني عم يقرأوا نص على الإنترنت أو مقالة أو شيء أو فيديو وعم يرددوا كلامه بيلحدوا على الفكرة، ما يكون عندهم ثقافة دينية أو ثقافة تاريخية في الأمر. كويس. جزاكم الله خير. أخينا أخونا بيتكلم عن غير المسلمين عايزين يوصلوا للإسلام صح؟ أو لا غير المسلمين. غير المسلمين عايزين يوصلوا مش يوصلوا للإسلام، غير المسلمين طلعوا من ديانتهم. أنا بالطريق عايزين يوصلوا للإسلام. أنا ما أبي أوصل. ما هم شافوا ديانتهم أصلا زي ما شفنا الإنجيل محرف، فهو بشوف إن في ده مش الطبع الديني اللي ربنا أنزله على سيدنا عيسى، هو بيشوف الاسلام كوجهه له كوجهه الناس. هو ده هو طالب دينه وما دورش على الاسلام، ما دور على الاسلام، هو صار ملحد بس خلاص عايش حياته ملحد ملوش دعوه باي دين تاني. قال هلا كان قاتل ولا بيه ولا جيب ملوش دعوه بحاجه خالص. فهو بقول لك ولو جالي انا هحاول اكون خلقي كويس زي ما كنا اتكلم اتعامل كانسان، ولو حبك انت ممكن يحب الدين بتاعك. حد تاني كيف تفضل؟ خالد هنا بعد هنا في اسرى طبعي اول طريق طبعا تسمع منه. ايوه بسبب الحاد يعني ما ضربوش اقول له يا ابني مش عارف ايه. لا طبعا انا لازم اعكس اخلاقي، لازم اعكس اخلاقي طبعا، لازم اجي معه بالحسنى واسمع منه. بس في نقطه مهمه اني انا يعني احاول اني انا ما اناقشه، ابعته على حد مختص فيه مثلا شيخ رجل الدين، لاني انا سمعت من استاذ منا شيخ انك انت لما تشوف ملحد ما تحاول تناقشه اذا ما انت عندك القدره، انك احتمال تلحد موالي هو يقنعك مش انت تقنعه. فانت لما تشوف رجل زيك تسمع منه بعدين ترسل على رجل مختص بالاشياء، لان انت اذا ناقشته احتمال هو اللي يقنعك مش انت اللي تقنعه اذا ما عندك القدره. هاي نقطه مهمه. جزاك الله خير اخونا. انا برايي انه اسمع وشوف خلفيته. ايوه يعني هل هو كان من دين اخر ولا هو ولد كعائدي يعني على الإلحاد. وفي فرق بين النقاش إنه ناقش ولا ناظر. أنا ممكن ناقش أي حد حتى لو إنه ممكن يغلبنا النقطة. أنت عندك قدرة. لا ممكن ما عنده قدرة، ولكن ممكن يغلبنا النقطة بعدين راجع أبوه يطلع ما جواب رد يعني نقاش، ويقول إنه ممكن أنا ما أعرف دينه صح يعني فيها الاحتمال. لكن تكون مناظرة وتغلب بنقطة واحدة يعتبر حاله إنه خلاص هو انتصر. ففرق بين المناقشة والمناظرة. نعم طيب. حتى يا شباب كيف نتعامل مع الملحدين؟ نجيب على سكنهم.
طب بالنسبه لحضرتك لو جالك حد منهك حضرتك تقول له ايه؟ انا هحاول اكون زي ما قال الاخ هنا اهو وبعد اخوه لو انت قلت تعامل كانسان او حضرتك قلت كده لان تعتبر ان الشخص ده انت حريص عليه من اعتقادك انت في دينك ان انت عايز هو يخش الجنه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه بيكون حزين جدا على اي انسان غير مسلم مات كما قيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم او في معنى الحديث يعني. فهو بيرغب يعني كان بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم معنى انه عايز يسعد العالم كله بكل اطيافه ويهديهم للدين الاسلامي. وده كانت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني زي ما ضربنا المثل في القصه بتاعت الزنا بتاعت ماعز والغامديه واخد بالك وسنه واثنين وثلاثه عشان تتوب ما ترجعش ثاني بلك وتبعد وتغفر وربنا يغفر لها وبعيد عنها عشان ما يقومش اي حد لان حد الرجم زي ما احنا عارفين حد الرجم وبلك فهو ما كانش عايز لانه كرسول لابد هيقوم الحد لكن هو اداها فرصه ايه التوبه والاستابه وان ربنا يغفر لها الى اخره. فاتمنى ان احنا الكلام النظري اللي احنا قلناه النهارده لما يحصل في ابنائنا او في اخواتنا او في بناتنا او في زوجاتنا او نستطيع ان ايه نطبقه مش نسبهم الى اخره يعني. ساعات الكلام بيكون جيد جدا في اجتماع زي كده ولما نيجي الامر الواقع يا ابني مش عارف ايه وكذا وكذا ونعمل فيه اللي احنا ايه بنتكلم فيه. انا بس هختم عشان اخونا الشاي بيدل مش كده؟ نغنيه تاني. احنا اتكلمنا انتوا اتكلمتوا مش احنا اتكلمنا. انتوا اتكلمتوا عن خمس او ستة او سبعة زوج المحارم الالحاد التمثيل العنوسة الاسر اللي هي المختلفه كان في اللي هو زوج العرفه ما خلاص مش ممكن كل ده بس كل الحاجات دي وغيرها اللي بس بقى انا بنتكلم عن ايه الدراسه الجامعيه مش شهاده تعلق الدراسه الجامعيه مرحله فيما بعدها مرحله فيما بعدها مرحله فيما بعدها مرحله وعمر العلم ما كان له نهايه عمر العلم ما كان له نهايه. انا هديك بعض الامثله كده هو ربنا وفقنا فيها يعني كنا مثلا ده انا ضربته كتير 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 جدا والناس يعني زهقوا منه ان هو مين اعظم العلماء المسلمين اللي هم في تاريخ الطب والهندسه والجبر والطبيعه والاحياء ابن سينا ادي واحد خوارزمي مين تاني ابن الهيثم ابو بكر الرازي بيروني البالوني ابن النفيس ها السبروشي اللي في الجرامر اللي هو النحو كويس مين تاني يلا يلا ابن رشد في الفقه والفلسفه الى اخره ابن خلدون في البردك في الاجتماعيات الى اخره ها جابر بن حيان ها كويس شفت انتوا اتكلمتوا ايه الناس دول انتوا ذكرتوهم ليه علماء انتوا ذكرتوهم دلوقتي بعد ما ماتوا بقد ايه؟ ألف سنة اتفقنا يا رجالة؟ ألف سنة ذكرتوهم ليه؟ تركوا أثر إنجازاتهم ايه تاني؟ لأنه ما كانوا مجرد رقم تاريخ البشرية ما كانوا مجرد رقم كانوا بيعملوا العلم من أجل خدمة الإنسانية ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى شفت بقى نرجع ورفعنا لك ذكرك دي معناها ايه؟ دي للرسول صلى الله عليه وسلم في كل اذان في كل صلاه في كل اقامه في كل كذا 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 الى اخره صح يعني ما فيش ثانيه في اليوم في كل مكان في العالم الا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مذكور وبعد كده اسماء الصحابه لما بتذكروا القصه بتاعتهم بعد كده اسماء العلماء والتابعين وكذا 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 زي ما انتوا ذكرتوا العلماء دول كلهم انت عايز تاخد الشهاده عشان وظيفه ولا عايز تاخد الشهاده عشان تبقى ابن الهيثم انا طبيب اصلا في الاصل كنت طبيب والحمد لله ربنا خد اكرمني وخدت الدكتوراه فف ها ما شاء الله سبحان الله اعوذ بالله طب بالك في يوم من الايام دخل عليا شاب من الشباب وقال لي ان جامعه برمنغهام بتبني مسرح
وكل كرسي بالمصنع بيكلف 2000 جنيه. بالك؟ فأنا قلت له اشتري لنا 10 كراسي يعني ب 20,000 جنيه. خدت بالكم؟ بس يعني قلت له هنعمل ايه؟ قلت له هنحط على كل كرسي منهم اسم عالم اللي انتوا ذكرتوه. عشان ربنا يخلد ذكراهم في المجتمع هم ما عاشوش فيه بعد ما ماتوا بايه؟ ب 1000 سنة. شفت قد ايه كانوا هم مخلصين في العلم؟ فأنتم جيتوا هنا عشان تاخدوا الشهادة صح؟ بعد الشهادة هتعملوا ايه؟ ممكن الوظيفة عشان نعيش بيها. لكن انت هدفك في الحياة ايه بعد الشهادة؟ يعني احنا اتكلمنا عن 6 أو 7 مشاكل دلوقتي. عشان نعرف المجتمع اللي احنا عايشين فيه شكله ايه؟ عشان لو ربنا أكرمنا ونزلنا المجتمع ده نعرف نتعامل معاه. لكن في نفس الوقت العلم اللي احنا اتعلمناه نتعلمه عشان ايه؟ تجيب البشرية. شفت بقى النواة بتختلف ازاي؟ تجيب البشرية بتغنى. كله فما نتكلم فذاك لما تذكر هؤلاء الناس واصبح اسمائهم موجوده في المدرج اللي بنتكلم عنه ده بعد 1000 سنه من مات انتوا تذكروهم وقلتوا دول ماتوا من اكثر من 1000 سنه صح؟ بس انتوا قلتوا كده؟ انت ذكرتهم ليه؟ لان ربنا بيحبهم ورفع ذكرهم فخلاك انت تفتكرهم. فاللي احنا عايزين نختم بيه نقول ان كل واحد فينا في الغرفه دي كلها ياخد العلم كوسيله لتغيير مرضات الله سبحانه وتعالى. اتفضل. أهم نقطة إنه ما ننظر للتخصص أو العلم اللي حندرسه إنه ك يعني كتحديد مستقبل، يعني فينا ننظر له كتجربة. أيوة. كتجربة وتعلم تنمية كمان، يعني تنمية ممارساتك. يعني ممكن أنت في كتير علماء ومخترعين دارسين تخصصات واختراعاتهم كان بعيدة تماماً عن ستيف جوبز على سبيل المثال، ما كمل دراسته الجامعية وقدر يخترع اللي هو الايفون مثلا، يعني صح. شلون غيرهم مخترع جوجل دارس قانون، شفت بقى؟ يعني هاي كمان نقطه مهمه لازم ننظر. طيب اي حاجه ثانيه يا اخوانا عشان الشاي برد هيبقى شاي صعيدي بعد كده. يبقى اتفقنا مع الايه نعرف المجتمع من تحت كل مشاكله، وبعدين بعد كده هو العلم اللي احنا اخذناه ده وسيله عشان نرضي بيها ربنا سبحانه وتعالى ناخد بالمجتمع. خلاص؟ تفضل. من اعظم الناس اللي يعرفوا كيف يتعاملوا مع الناس من الانبياء. نبي الله موسى وقت اللي امرهم بعد كل المعجزات اللي اعطاهم اياها وراهم اياها اجى عنده وطلبوا منه انه يعرف مين القتل شخص. ولكن امرهم رب العالمين قال لهم على لسان ربعه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. فردوا عليه انه استخدموا هزوة. وخاصة في نحن دخلنا بمجتمع شرقي بنعرف إنه كأستاذ وطالب يحكي بهالمستوى ممكن الأستاذ يحسن يضرب وكذا، لكن ما هيك كان تعامل الأنبياء بالدعاء اللهم إني أعوذ بك من قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الجاهل هو إنه ما تعرف تتعامل تضبط مشاعرك عند الغضب. فإن شاء الله نحاول نضبط مشاعرنا قبل ما نتعامل مع أي شخص. خلاص جزاكم الله خير. طبعا بشكركم وجزاكم الله خير وشكرا لكم ان عملنا النقاش ده عشان نتعلم كلنا من بعضنا، وان شاء الله نلقاكم في لقاءات اخرى. لو انتم عايزين اقول يا ربي تخشوا على اليوتيوب وتشوفوا الافلام دي اسمها هاني البنا، بس البنا بالايه؟ الالف مش بالياء. ولو انا عايز حد ياخد الواتساب والحاجات دي كلها والفيسبوك ابقى اكتبها لكم في ورقه ان شاء الله. وجزاكم الله خير والسلام عليكم. شايفين فرحه؟